موقف الفرق الإسلامية من نصوص الصفات. ستة أقسام. قسمان يقولون تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها. من هم الذين يقولون تجرى نصوص الصفات على ظاهرها؟ قال: وهم السلف الصالح، وهم رقم واحد، اكتب رقم واحد، السلف الصالح الذين يقولون إنها تثبت على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه، الاستواء والنزول والمجيء وغيرها من الصفات الخبرية نثبتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه. نقول: ينزل لا كنزولنا، وله يد لا كأيدينا، ويجيء لا كمجيئنا. لكن نثبت المجيء واليد والنزول أم لا نثبتها؟ نثبت هذه الصفات. إذن أجرينا هذه النصوص على ماذا؟ على ظاهرها. والمشبهة رقم اثنين، المشبهة وافقونا في شيء، في ماذا؟ إجراء النصوص على ظاهرها. المشبهة وافقونا على إجراء النصوص على ظاهرها. قال: والمشبهة الذين يشبهون صفاته، أو قبل هذا نقول: والمشبهة الذين أجروها على ظاهرها ولكنهم قالوا بأنها تشبه صفات المخلوقين. قالوا: يقول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. فقالوا: نحن نقول بإثبات اليدين لله، ولكن لا فرق بين يدي الله ويدي المخلوق، فهم وافقونا في شيء وخالفونا في شيء. وافقونا في أصل الإثبات وإجراء النص على ظاهره، ولكن خالفونا في ماذا؟ في التمثيل وعدم التنزيه. مثلوا وما نزهوا، ما نزه الله. إذن قسمان أجروا النصوص على، أجريا النصوص على ظاهرها. من هم؟ من هما؟ السلف والممثلة، السلف الصالح والممثلة. نعم. قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهم الجهمية ومن تفرع عنهم. الجهمية ومن تفرع عنهم. فقسم منهم رقم واحد يؤولها بمعاني أخر، وقسم منهم رقم اثنين يقولون الله أعلم بما أراد منها، الله أعلم بما أراد منها. من هم يا إخوة الذين يقولون الله أعلم بما أراد منها؟ المفوضة، المفوضة. من هم؟ عندنا مفوضة، عندنا ممثل المشبهة، عندنا معطلة. من؟ المعطلة. نعم. قسم منهم يؤولها بمعاني أخر، هم المحرفة الذين يحرفون. وأما أهل التعطيل عطلوها عن دلالاتها، عن معانيها، ولكنهم لم يثبتوا معنى آخر. ما الفرق بين القسم الأول والثاني؟ الأول أثبتوا معنى آخر أهل التحريف، لكن الثاني عطلوا أهل التعطيل، قالوا الله أعلم لكن هذا المعنى ليس مراد. طيب ما هو المعنى المراد؟ ما يثبتون. نعم، لكن التعطيل مع التحريف، الأول التعطيل مع التحريف. قال: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله. وهذه طريقة كثير من الفقهاء الواقفة، يقولون يجوز هذا وهذا، لا نجزم بشيء ما. هذا الأول. والثاني قال: وقسم يمسكون عن هذا كله، لا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث،
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها، والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية. وما هي؟ القسم الأول، القسم الأول من نعم.